السلام عليكم شباب، يا رب تكونوا بخير وتكون كل اموركم طيبه ان شاء الله. النهارده مع بعض المحاضره الاخيره في ماده الايكونومكس اوف ترانسبورتيشن، اقتصادات النقل والشحن، وباذن الله ان شاء الله النهارده. بس انزل دوت وبعدين نبتدي على طول. اوكي، الحمد لله. النهارده ان شاء الله دي المحاضره الاخيره في ماده الايكونومكس اوف ترانسبورتيشن، وفي المحاضره بتاعت النهارده هنتكلم على اخر موضوع هنتكلم فيه في الماده، اللي هو جاتس ريفليكشن اون ماريتايم ترانسبورتيشن سيكتور، اللي هو انعكاس اتفاقيه الجاتس اللي هي اتفاقيه تجاره الخدمات، تحرير تجاره الخدمات. احنا عندنا في منظمه نشات في فتره، في بدايه فتره التسعينات تحديدا في سنه 1995، اسمها منظمه الورلد تريد اورجنايزيشن، او وورلد دبليو تريد تي او اورجنايزيشن، World Trade Organization، ده الاختصار بتاعها، بيطلق عليها منظمة الـ WTO World Trade Organization. المنظمة دي منذ نشأتها حتى وقتنا الحالي تقريبا انضم ليها، نقدر نقول تقريبا كل دول العالم، وكان من أوائل الدول اللي انضمت ليها هي مصر، بلدنا الحبيبة مصر. السؤال، يا ترى هل المنظمة دي نشأتها ليها تأثير على قطاع النقل البحري Maritime Transportation Sector in Egypt؟ هل ليها تأثير على قطاع النقل البحري في مصر وإزاي؟ طبعا احنا مبدئيا لازم نعرف ان منظمة الـ World Trade Organization، المنظمة دي بتتولى إدارة ثلاث اتفاقيات أساسية. في ثلاث اتفاقيات أساسية تحت بيتم تطبيقهم، مين اللي بيطبقهم؟ هي منظمة التجارة العالمية، اللي هي القوة الكبرى اللي هي بتدير حركة التجارة على مستوى العالم. إيه الاتفاقيات الثلاثة دول؟ اتفاقية اسمها اتفاقية الجات. اتفاقية اسمها اتفاقية الجات. أوكي؟ في اتفاقية تانية اسمها اتفاقية تريد أند تعرف دبل تي. في اتفاقية الجات، وفي اتفاقية الجاتس اللي حضرتك شايفها قدامك دي، اتفاقية الجاتس اللي هي تجارة الخدمات، وفي اتفاقية اسمها تريبس، تريبس اللي هي الحقوق الملكية الفكرية. ثلاث اتفاقيات أساسية مرتبطين بالتجارة، مين اللي بيدير بينظم الاتفاقيات الثلاثة دول وبيطبق أحكامهم؟ هو منظمة التجارة العالمية WTO. طبعا احنا بنتكلم على اتفاقية الجات، ده تحرير تجارة السلع والنقل البحري مش سلعة، النقل البحري بيصنف على إنه سيرفيسز، إنه خدمات، وبالتالي هو معني أكتر اكتر، هيتاثر اكتر باتفاقيه الجاتس اللي هي تحرير تجاره الخدمات. فعايزين نعرف بقى يا ترى ايه انعكاس، ايه الاثار المترتبه على تطبيق اتفاقيه الجاتس، جاتس ريفليكشن اون ماريتايم ترانسبورتيشن سيكتور، على قطاع النقل البحري تحديدا فين؟ في بلدنا الحبيبه مصر. طبعا عشان نشوف مع بعض ايه تاثير اتفاقيه الجاتس، تعالوا نشوفوا ادي الكونتنتس بتاعت الشابتر بتاعنا، بتاعت المحاضره بتاعتنا اهو. في الاول هنتكلم انترودكشن عن اتفاقية منظمة التجارة العالمية World Trade Organization، وإيه الاتفاقيات اللي تحتيها. زي ما قلت لحضراتكم في ثلاث اتفاقيات، في اتفاقية اسمها الجات تحرير تجارة السلع، اتفاقية الجاتس تحرير تجارة الخدمات، اتفاقية التريبس اللي هي حقوق الملكية الفكرية. بعد كده هنبتدي نتكلم في الجزء الثاني من المحاضرة بتاعتنا، هنتكلم بعد كده بعد الانترودكشن عن الكوميتمنتس اللي هي الالتزامات اوف جاتس. يا ترى ايه الالتزامات اللي بتفرضها اتفاقية تحرير تجارة الخدمات جاتس على الشركات اللي مزود الخدمات في قطاع النقل البحري؟ هنعرف ان في نوعين من الكوميتمنتس، في نوعين من الالتزامات. فيرست، في جنرال كوميتمنتس اللي هي الالتزامات العامه. اوكي، التزامات عامه يعني كل دول العالم اللي موقعه على اتفاقيه الجاتس وعضو في منظمه التجاره العالميه لازم تلتزم بيها، فدي اسمها جنرال كوميتمنتس. زي ايه؟ زي في مبدا اسمه موست فيفورد نيشن برنسبل، مبدا الدوله الاولى بالرعايه، وهنعرف ايه مبدأ الدولة الأولى بالرعاية. وده باختصار كده ان لو مصر مثلا، مصر دولة عضو في منظمة التجارة العالمية وموقعة على كل اتفاقيات المنظمة جات وجاتس وتريبس، حضرتك بموجب مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في التزام ان اي دولة عضو في المنظمة لو هتدي ميزة لدولة لازم تدي نفس الميزة للدول التانية الأعضاء في المنظمة. يعني لو مصر مثلا دولة عضو كانت بتدي مثلا، سي بقول مثلا مثال، بتدي لإيطاليا ميزة إن الشركات الإيطالية اللي بتشتغل في قطاع النقل البحري لما كانت تدخل تشتغل في مصر كانت بتشتغل في مصر ومعفاة من الضرائب مثلا. حضرتك فيا فندم الميزة دي لازم تديها لمين؟ لكل الدول التانية. اتفاقية الجاتس ما بتميز ما بين الميزة اللي بتديها لدولة
وانك ما تديهاش لدول تانية. لازم تدي نفس الميزة لكل الدول، كل الدول ار ايكوال، كل الدول تعتبر متساوية في المزايا طالما ان هي اعضاء في منظمة التجارة العالمية وبما فيها اتفاقية الجاتس. فدي اسمه يطلق عليه المبدأ ده Most Favored Nation Principle، مبدأ الدولة الاولى بالرعاية. يعني حضرتك لو بتدي ميزة لاحدى الدول لازم تدي نفس الميزة للدول التانية طالما ان الدول التانية اعضاء في منظمة الايه ال WTO. المبدأ التاني اللي بيتضمنه الجاتس هو Transparency Principle، اللي هو مبدأ الشفافية، وهنعرف يعني ايه مبدأ الشفافية. المبدأ التالت اللي هو يعتبر من ضمن الجنرال كوميتمنتس اللي هو Increasing Developing Countries Participation، زيادة مشاركة الدول النامية. المبدأ التالت اللي هو Progressive Liberalization Principle، Progressive Liberalization Principle اللي هو مبدأ التحرير التدريجي، التحرير التصاعدي، يعني لما تيجي تحرر تجارة الخدمات في حرية إن كل الشركات الأجنبية تدخل السوق المحلي بتاعك تشتغل من غير أي قيود، ده يكون بشكل جرادولي، يكون بشكل بروجريسيف، عشان كده يطلق عليه بروجريسيف ليبراليزيشن برنسبل وهناخده بالتفصيل. بعد كده مونوبولي اند اكسكلوسيف سيرفيس سبلايرز اللي هو الاحتكار، وفكره ال سبلايرز اللي هم مزودوا الخدمات الحصريه، في بعض الخدمات الحصريه وفي حالات احتكار الاتفاقيات الجاتس بتتعامل معاها بشكل معين، هنعرف ازاي. المهم ادي 1 2 3 4 5 الخمس مبادئ دول يطلق عليهم جنرال كوميتمنتس. سكند، في سبيسيفيك كوميتمنتس اللي هي التزامات محدده مرتبطه بايه بقى الالتزامات المحدده؟ في حاجه اسمها ماركت اكسس، النفاذ للاسواق، في حاجه اسمها ناشونال تريتمنت، المعامله الوطنيه، في حاجه اسمها جفرمنت سبسيديز اللي هو الاعانات الحكوميه، جفرمنت بورشيزز المشتريات الحكوميه، بروتكتنج بالانس اوف بيمنت اللي هو حمايه ميزان المدفوعات. اوكي، الخمسه دول يطلق عليهم سبيسيفيك كوميتمنتس. تعال نبتدي مع بعض الاول جنرال كوميتمنتس في الجزء بتاعنا دوت، الجزء الاول من المحاضره، وهنتكلم تحديدا في الجزء الاول من المحاضره على الجنرال كوميتمنتس، هنتكلم على خمس التزامات تحديدا، اول اثنين هيدخلوا في اول فيديو، موست فيفورد نيشن برنسبل وترانسبيرنسي برنسبل. يلا بينا. طب مثلا اتاكد من اوكي تمام شغال. اوكي تعالى نشوف مع بعض كده الاول انترودكشن، وبعد كده هنبتدي نشوف الجنرال كوميتمنتس. في الانترودكشن بنتكلم فيها على ان الورلد تريد اورجانيزيشن، قلت لك الورلد تريد اورجانيزيشن ده اللي هو اختصارها ايه، وورلد دبليو تريد تي اورجانيزيشن او دبليو تي او، مالها؟ is considered one of the most important organizations that drive the global economy and international trade. منظمة التجارة العالمية تعتبر من أهم، إن لم تكن أهم منظمة بتقود الاقتصاد العالمي، الجلوبال ايكونومي اند انترناشونال تريد، وتقود التجارة الدولية. ليه؟ لأنه من خلال المنظمة through the gradually liberalization of trade، لأنه من خلال المنظمة تم تحرير التجارة العالمية بشكل تدريجي and global markets، وتم تحرير الأسواق بشكل تدريجي. with some commercial treatments which are، ببعض الاتفاقات التجارية، الاتفاقات التلاتة دول اللي تحرك عليهم جاتس تريبس، دول هدفهم أصلا تحرير التجارة. يعني إيه؟ ما يبقاش في قيود. أكيد سمعنا عن فكرة إزالة القيود الجمركية، إن حد لما يجي يستورد بضاعة من بره تبقى زيرو تاكس، زيرو تعرف، ما فيش عليها ضرائب جمركية، ما فيش عليها ضرائب جمركيه بموجب ايه؟ بموجب اتفاقيه الجات اللي هي احد اتفاقيات منظمه التجاره العالميه. اهو في ثلاث اتفاقيات طالعه من منظمه التجاره العالميه. الاتفاقيه الاولى اهو رقم واحد، General Agreement on Tariffs and Trade اللي يطلق عليها جات. جات General عام، Agreement A on Tariffs T Trade T Double T. اهو جات اللي هو ايه؟ اللي هو اتفاقيه تحرير تجاره السلع. تجارة السلع أهم حاجة إحنا عارفينها عن الجات، إن أي بضاعة تيجي من بره بل لو كانت الدولة بتفرض عليها ضريبة جمركية، لا، بموجب اتفاقية الجات المفروض تعمل إيه؟ تشيل القيود اللي هي الضرايب وخلافه، أو تخففها، تقللها بشكل تدريجي. وده طبعًا مش موضوعنا، لأن إحنا كل تركيزنا على الجات، الجات هتاخدها في مواد تانية إن شاء الله بإذن الله. الاتفاقية التانية هو اتفاقية الجاتس، General Agreement on Trade and Services، General G Agreements اتفاقية G A Trade T Services S تحرير تجارة الخدمات. بما ان الماريتايم ترانسبورتيشن يعتبر خدمة،
اللي هو النقل البحري، فحضرتك ده بيخضع لاهله اتفاقيه جات؟ لا، بيخضع لاتفاقيه الجاتس. الاتفاقيه الثالثه اللي هي، وده المعاني اللي احنا هنتكلم عليها النهارده عشان النقل البحري خدمات. الاتفاقيه الثالثه اللي هي Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights اللي هي TRIPS، تي تريد ار ريليتد انتلكتوال اللي هو فكره الحقوق الملكيه الفكريه، بروبرتي رايتس، بروبرتي رايتس اللي هو الملكيه الحقوق الملكيه اللي هي اتفاقيه حقوق الملكيه الفكريه. فكره انه كان قبل اتفاقيه التريبس ما تظهر، حضرتك كان ممكن اي واحد في مصر يعمل ايه؟ يقوم جايب منتج عالمي زي اديداس ويعمل فيه ايه؟ يقوم ضارب التيكت بتاعه في مصر. طبعا لما يضرب التيكت بتاعه في مصر، حضرتك ده بيحصل في ايه؟ ده بيحصل كده انه بتضر الشركات الكبيره، الشركات اللي هي شقيت وتعبت لغايه ما عملت علامه تجاريه مميزه. يجي واحد على الجاهز يضرب، يعمل له تيشيرت كده اي كلام تحت بير السلم ويحط عليه اديداس، يحط عليه علامه نايكي، الشركات الكبيره بتخسر. فابتدت الدول العالم تحت مظلة الورلد تريد اورجانيزيشن يقول لك لا، احنا عايزين اتفاقية تحمي حقوق الملكية الفكرية، ان اللي ليه علامة تجارية تحترم، مش بس تحترم في بلدها، لا تحترم على مستوى العالم، واللي يقلد العلامة التجارية من غير ما ياخد اذن الشركة الام يتعاقب، وتبقى العقوبة مش بس للي قلدها، كمان للدولة اللي موجودة فيها هذه الشركة، لانه الحكومه اللي موجوده فيها الشركه دي كانت الاجدى ان هي تلزم شركاتها ان هي تحترم العلامات التجاريه الدوليه. فانت ما اجبرت شركاتك تحترم العلامات التجاريه الدوليه وتصون حقوقها، انا كمان هعمل ايه؟ انا كمان هفرض عليك عقوبات كدوله. ففي طلع اتفاق اسمها التريبس. طبعا ده مش موضوعنا ومش مجالنا، احنا كل تركيزنا على مين؟ تاثير الجاتس، جاتس ريفليكشن اون ماريتايم ترانسبورتيشن سيكتور على قطاع النقل البحري. تعال بقى نشوف مصر بقى، هل مصر احد الدول الاعضاء في الورلد تريد اورجانيزيشن؟ من اول ما نشات المنظمه في سنه 1995، واحنا على فكره نعتبر دوله من الدول المؤسسه للمنظمه، على فكره من اوائل الدول اللي انضمت المؤسسه. فايجيبت is considered one of the members in WTO، احنا احد الدول الاعضاء في منظمه الورلد تريد اورجانيزيشن، وبالتالي طالما انك انت دوله عضو يبقى لازم تلتزم باحكام وقيود اللي بتفرضها اتفاقيات المنظمه، سواء القيود والاحكام بتاعت الجات تجاره السلع، او الجاتس تحرير تجاره الخدمات، او التريبس اتفاقيه حمايه حقوق الملكيه الفكريه. طبعا يبقى انت طالما انك عضو يبقى لازم ايه؟ So it should لازم commit، لازم نلتزم some obligations، ببعض الالتزامات والاحكام والقيود بتاعت الجاتس، بتاعت اتفاقية الجاتس. اوكي، مالها؟ That will result in some. هل بقى لما نلتزم باتفاقية الجاتس هل ده هيأثر بالإيجاب على قطاع النقل البحري في مصر؟ لا، للأسف الشديد قطاع النقل البحري في مصر تطبيق اتفاقية الجاتس ليه عديد من الآثار السلبية على الشركات اللي بتشتغل في قطاع النقل البحري المصري. ليه؟ لأنه حضرتك كان قبل اتفاقية الجاتس ما كانش فيه تحرير لتجارة الخدمات بما فيها خدمات النقل البحري. فكان من حق الحكومة المصرية إن هي مثلا تعمل إيه؟ إن اللي يقدم الخدمات جوه الإيجيبشن بورتس، اللي يقدم الخدمات جوه الموانئ البحرية المصرية، يكون تقديم الخدمات قاصر على الشركات المصرية، شركات شحن وتفريغ مصرية، شركات مرتبطة بالخدمات الملاحية تكون مصرية بس، شركات تخزين تكون مصرية، إن السفن اللي بتنقل البضائع بتدخل الموانئ تكون مصرية. كان من حقك أنت قبل اتفاقية الجاتس إنك تعمل إيه؟ إنك أنت تقيد حركة الخدمات وتجارة النقل البحري. لكن للأسف بعد ما بقيت عضو في اتفاقية الجاتس، واتفاقية الجاتس من اسمها تحرير تجارة الخدمات. تحرير تجارة الخدمات يعني إيه؟ يعني حضرتك ما ينفعش إن أنت تقول إن اللي يقدم الخدمات جوه الموانئ البحرية المصرية تكون شركات مصرية فقط، تكون سفن مصرية بس. لا، حضرتك لازم تعمل إيه؟ تحرر. تحرر يعني إيه؟ يعني تفتح الأسواق بتاعتك وتقدر الشركات الأجنبية تنفذ لأسواقك. فيبقى بموجب اتفاقية الجاتس
مين اللي ممكن يقدم الخدمات جوه المواني البحرية المصرية؟ مش بس شركات مصرية، لا كمان الفرصة أصبحت متاحة حاليا منذ بداية تطبيق اتفاقية الجتس لكل من الشركات الوطنية والشركات الأجنبية، السفن الوطنية والسفن الأجنبية. طب لما حضرتك السفن الأجنبية تدخل تنافس السفن الوطنية، ولما تبقى الشركات الأجنبية تدخل تنافس الشركات الوطنية، كده حضرتك هل الشركات الوطنية اللي كانت الأول محمية من قبل الحكومة والحكومة منع حد ينافسها، هل النهاردة لما الشركات الأجنبية تدخل السوق المحلي هل الشركات الوطنية هتعرف تنافس الشركات الأجنبية؟ لا. ليه؟ لأن الشركات الأجنبية عندها إمكانيات أفضل، عندها سفن أكثر تطورا، عندها معدات شحن وتفريغ أحسن. 1000000% الشركات الوطنية هتنهار نتيجة تطبيق هذه الاتفاقية، وبالتالي التزام مصر بأحكام اتفاقية الجاتس بنسبة كبيرة جدا هيؤثر بالإيجاب ولا بالسلب على قطاع المال البحري في مصر. بنسبة كبيرة جدا هيكون ليه تأثير سلبي. أهو this will result some negative effects، هيكون ليه تأثير سلبي on the competitive advantages of the maritime components in Egypt, which are ports and fleet. للأسف تطبيق اتفاقية الجاتس باعتبار مصر عضو في منظمة التجارة العالمية هيترتب عليه negative effects، آثار سلبية. آثار سلبية على القدرة التنافسية الـ competitive advantage of the maritime components للمكونات الايه قطاع النقل البحري في مصر، اللي هو المواني البحرية المصرية هتتأثر تأثيرات سلبية عديدة نتيجة تطبيق اتفاقية الجاتس. والايجيبشن ماريتايم فليت اللي هو الأسطول اللي هو السفن الوطنية هتتأثر بالسلب بتطبيق الاتفاقية. طبعا احنا زي ما اتفقنا ان اتفاقية الجاتس، اتفاقية تحرير تجارة الخدمات، بتتكون من كام نوع من انواع الكوميتمنتس؟ قلت لك في المقدمه في الاول في الكومبوننت في الكونتنتس بتاعت الشابتر ده، قلت لك في نوعين من الكوميتمنتس. في بعض الكوميتمنتس عباره عن جنرال كوميتمنتس، وبعض الحاجات الثانيه سبيسيفيك كوميتمنتس، وبعض الحاجات الثانيه عباره عن التزامات محدده. اهو ذا فاينل ستراكشر اوف ذا اجريمنت، التركيب النهائي للاتفاقيه، انكلود تو تايبس اوف ذا كوميتمنتس، اتفاقيه الجاتس تتضمن نوعين من الالتزامات. Each one contains some obligatory principles. كل نوع من الالتزامات بيتضمن بعض المبادئ الإلزامية. إلزامية طالما إنك دولة عضو في الـ WTO لازم تلتزم بيها. إيه بقى الالتزامات دي؟ أهو في general commitments ودول خمسة، وفي specific commitments دول خمسة برضو. general commitments اللي هو الالتزامات العامة، وفي specific commitments التزامات محددة معينة مرتبطة بيك انت كدولة دون غيرك. تعال نشوف كده مع بعض اهو جاتس جنرال كوميتمنتس، الالتزامات العامة لاتفاقية الجاتس تحرير تجارة الخدمات، لان دي اللي بتأثر على قطاع المال البحري. الجنرال كوميتمنتس الالتزامات العامة خمسة: most favored nation اللي هو الدولة الاولى بالرعاية، transparency اللي هو مبدأ الشفافية، في البروجريسيف liberalization اللي هو فكرة انك انت التحرير التدريجي لتجارة الخدمات مش تحرير فوري، وانكريز participation of developing countries اللي هو زيادة مشاركة الدول النامية، monopoly and exclusive services suppliers والاحتكار ومزودو الخدمات الحصرية اللي هم بيتسموا بنوع من انواع الاحتكار. خمس التزامات يطلق عليها ايه؟ يطلق عليها general commitments الالتزامات العامة. في عندك جاتس سبيسيفيك كوميتمنتس اللي هو التزامات المحدده، التزامات معينه سبيسيفيك كوميتمنتس، دول خمس التزامات اللي هم ماركت اكسس النفاذ للاسواق او الدخول للاسواق، ناشونال تريتمنت المعامله الوطنيه مبدا المعامله الوطنيه، جوفرمنت سبسيديز اللي هو الاعانات الحكوميه، جوفرمنت بورشيزز اللي هو المشتريات الحكوميه، بروتكتنج بالانس اوف بيمنتس اللي هو فكره ان هو حمايه مركز ميزان المدفوعات اللي هو بالبلدي كده صادرات واردات، لكنه بيبقى جزئين في حاجه اسمها الميزان التجاري وميزان الخدمات، ده هو ده البالانس اوف بيمنت. تعال نشوف الاول الجنرال كوميتمنتس اللي هو الالتزامات العامه بالخمس مبادئ، وتحديدا هنتكلم على الخمس مبادئ بالتدريج سويا، هنشوفهم هم ايه.
اوكي طبعا ادي اول حاجه الموست فيفرد نيشن برنسبل، مبدا الدوله الاولى بالرعايه، وده انا هعمله في فيديو تاني عشان خاطر نبقى احنا واخدين كل حاجه بالتفصيل بدون ما يبقى فيه اطاله في الفيديو.